اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. هنقضيها النهارده فيجيتيريان، تشكيله من الخضار من خير ارضنا، والاكل بتاعنا للامانه صحي 100%. اكلنا النهارده هيلسي بقدر الامكان بنسبه 90%. عندنا الصحة تاج عروس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج، ويبقى يوم في الأسبوع أكل صحي، إيه المانع؟ وكمان الفراخ واللحمة والسمك خليها كده أسبوع، يومين في الأسبوع لا داعي منها ومفيش مشكلة. معانا كرنب النهاردة مع جزر، هنعمله شوربة. شوربة الكرنب بالجزر لما تاخد الكرفس وتاخد الجنزبيل والتومة والبصلة أكيد هتاكل صوابعك وراها. الشوربة دي صحية، هنعملها بمعلقة زيت زيتون، ما فيهاش أي مواد دهنية غير هي معلقة زيت زيتون، للأمانة هنشوح البصلة فيها. معانا محشي النهاردة يطلق على المحشي اللي هو بالزيت يا لينجي، سواء ورق عنب أو بتنجان. البتنجان الأبيض إحنا بنتجاهله شوية عند بتاع الخضار، فأنا النهاردة حبيت البتنجان يبقى أبيض، ربنا يبيض أيامنا إن شاء الله، فجبت بتنجان أبيض هعمله يا لينجي بالزيت مع القهوة عشان نظبط المزاج بتاع البتنجان. فهنعمله النهارده بزيت الزيتون ودبس الرمان مع عصير حامض مع بقدونس مع رز. ممكن تحط بدل الرز برغل، تبقى انت كده اشطر مني، ولكن لا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. ونزود شويه نعناع اخضر عشان مشاكل التوم. اما الحلو النهارده حلو طفولي ويرجعنا للزمن الجميل، هنعمل النهارده فطاير التوست بالموز مع الشوكولاته. الفطاير دي هعملها كريسبي، هتتقلي في شويه زيت قليلين كده، وانا بحاول مش هخليها تشرب زيت. وازاي نعمل افتكاسة التوست، نعمله بدل العجينة نعمله فطاير مع الموز والشوكولاتة. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيرة النهاردة، الماتيريال بتاعي والمكونات بتاعتي في متناول الجميع، ولكن اللي مش موجود عند اي حد ان احنا نقدر نفتح باب التلاجة ونشوف اللي في المطبخ ونحول اكلنا لاكل صحي. والصحة تاج عروس الاصحاء، والوقاية خير من العلاج. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا اليالنجي بتنجان النهاردة، أو محشي البتنجان بالزيت، دي المسميات بتاعته. طبعا الأكلة دي مشهورة في المطبخ السوري بالأخص، المطبخ اللبناني، المطابخ الشامية بيعملوا المحاشي بالزيت. يعني إيه بالزيت يا عم الشيف؟ طبعا البطولة هنا ترجع لورق العنب اللي هو اليالنجي. يتعمل بتنجان ممكن، يتعمل كرنب ممكن، يتعمل بتنجان الاسود ممكن، زي ما انت الكوسه ممكن، مفيش اي مشكله. اهم حاجه ان الحشوه تهتم بيها وتحط فيها افتكاسه كده وتاخد طعم لطيف وجميل. المقادير: بتنجان ابيض ما فيهمش ولا واحده سودة، ومعانا بن فاتح محوج، معانا دبس الرمان، بقدونس. وخلي بالك تعرفي البقدونس من الكزبره، لان الدنيا تتقلب لو حطيتي بدل البقدونس كزبره، لازم تكون بقدونس. ونعناع اخضر ورز مصري وبصله وتومه زيت زيتون عصير ليمون، وشويه بهارات من الملح والفلفل والكوبيبه الصيني اللي هي البهار الحلو، هي دي الاساس. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله في متناول الجميع. بس الطبق ده، نعم يا فندم، الطبق اللي هنعمله ده طبق له مذاق خاص جدا ويتميز بالطعم بتاعه، بيناسب كبار السن والاطفال، ومفيش مشكله ان احنا كمان يبات في الثلاجه يتاكل يوم واثنين وثلاثه واربعه. اول حاجه هنبدا بيها نعمل البقدونس، نفرمه فرمه ناعمه بالشكل ده كده بسكينه حاميه. خلي بالك الخضار يتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع، ده مهم جدا. اغسل الخضار ازاي؟ تنقي البقدونس من الورقه الصفراء وتجيبيه طازه زي الفل، تشيل العروق بتاعته، تفرميه بسكينه زي دي كده حاميه كانك بتفرمي تبوله. خلي بالك الاهتمام بتقطيع الخضار وفرم، لما اقول فرم الخضار ما ناخدوش على سكه ان هو ينزل على مفرمه. فرم الخضار ده مصطلح طهوي يعني يتفرم بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل حبايبي اساتذه المسرح اهو فرم شويه زي الفل، تمام. ده ما يتحطش شبت ولا كزبره، لا شبت ولا كزبره، دي مش خضره محشي. خلي بالك ناخد النعناع الاخضر
يعني مثلا تقولي ايه، خلاص شيف فرم خضره للمحشي، احط بقدونس وكزبره وشبت خالص، هي بقدونس كانك بتفرمي تبوله. المطاعم الكبيره اقول لك على سر خطير، لما بيبقى عندهم عاملين تبوله وفرمين تبوله، التبوله دي لنا مشكله معاها لما بتتبل تحط لها الزيت وعصير الحامض اللي هو الليمون وتقعد شويه بتصيص، بيبقى شكلها كده ايه ضعيف، فبيتبيت في التلاجة. وست البيت ممكن تعمل الكلام ده برضو، تاخد الخلطة اللطيفة دي اللي هي التبولة وتعملها يا لنجي، يا إما ورق عنب يا إما بتنجان، هيبقى فيها برغل عادي، ممكن تحط شوية رز معاه وتزود البرغل شوية. ده فكرة عمل اليانج. ده نعناع أخضر، يبقى أنا حطيت بقدونس ونعناع أخضر حلو لغاية دلوقتي، بصلاية صغيرة آه. نشيلها يا فندم من هنا، اللي يضايقك نشيله. ناخد البصلايه الحلوه دي كده نفرمها بالشكل ده كده اهو، شفت الفرمه بتاعت البصله اهي، ولازم تكون فرمه ناعمه اهي بالشكل ده كده اهو، ده مهم جدا. مش تقطع لي البصلايه بقى كبيره، مش بتعمل لي يخنت للباميه لازم بصلايه تكون ناعمه لا ترى بالعين بالمذاق. ناخد البصلايه الحلوه دي كده، اقول لك على تركية حلوه وهي قدام عينك كده، تعمليها حلوه تحط عليها شويه الايه الملح، فركتها بالملح زي الفل، بس خليكي فاكره واوعي تنسي انك انت حاطه ملح على البصل. ادي البصلايه الحلوه دي كده تمام لغايه دلوقتي يا عم الشيف، احنا حبايب. معانا طماطم، كل دي مكونات في المحشي عشان كده المحشي ده صحي جدا على فكره. في اطباق المزه او الابتايزر اللي بيقدموه على السفره بيشيلوا التتبيله منه ويقدموه طبعا، وبيبقى سعره غالي شويه لانه في تكلفه كتيره من الخبره الطهويه، ولازم يتحط في الثلاجه ولازم يمر مرحله التبريد. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بشيل قلب الطماطميه، انا مش عايزه اهو، باخد اللحمه بتاعه الطماطميه بس، حتى لو بتفرمي تبوله تشيلي قلب الطماطميه زي ما انا شغال كده مش عايزها. طب تروح فين قلب الطماطميه دي؟ ممكن نحطها على الشوربه اللي هنعملها دلوقتي، ممكن تعملها صلصه بيتزا، ممكن تعملها شوربه طماطم. طماطم عندي كده تتقطع ازاي دي يا عم الشيف؟ بنرصها فوق بعدها كده اهو، شفت ازاي اهو، قطعها بالطول كده اهو، سكينه حاميه اهم حاجه. لما تيجي تقطع الطماطم قطعها من ناحيه بطنها كده زي ما انا شغال، الناحيه اللي فيها بذر عشان السكينه ما تبردش معاك. المعلومات اللي بقولها لك دي يا امي يا اختي يا ست الكل يا عروسه مهمه جدا. لما تقطع الطماطميه من ناحيه الجلده بتاعتها بيبرد لك السكينه بسرعه. شفت حاجه بسيطه اهيت، بس هتلاقي السكينه بردت معاك ومش عارفه تشتغلي بيها. فانا بقطع الطماطميه من ناحيه البطن بتاعتها او من ناحيه اللي فيها الميه الطماطم قطعتها كده برصها كده جنب بعضيها عشان تطلع كلها حبه واحده، واحطها تحت ايديا كده اهو زي الفل، وابدا اشتغل كده اهو. بص اهو شفت الفرمه دي اوعى تفرمها في الكبه ازعل منك، لازم التفاصيل دي خلي بالك تقولي وجع الراس ده، طب ما انا عندي كبه لا خالص زي ما انا شغال كده. نفس القصه مع البقدونس، نفس القصه مع البصلايه، نفس القصه مع التومه هتلاقي الطماطميه دلوقتي عامله زي حبايه السمسم شفت ازاي ناخد الطماطم نبص عليها كده، شوف الطماطم متقطعه ازاي اهي، هناخدها زي ما هي كده على الخضره دي. نفس الطريقه دي بتتفرم التبوله دبس الرمان، اهم حاجه الحشو. اشيل البتنجان ده من هنا عينيا، دبس الرمان، الملح انا حاطط مش ناسي، شويه قهوه بن محوك كده من عند الراجل بتاع القهوه اللي بنجيب من عنده، فص توم، عصير حامض
زيت زيتون. تقدري تعملي ورق العنب بالطريقه دي، تعملي البتنجان بالطريقه دي، تعملي الكوسه بالطريقه دي. اه زيت زيتون غزير حلو، بهار حلو. ما تنسيش مع البهار الحلو شويه الفلفل الاسود. البهار الحلو ده عند العطار يسمى كوبيبة صيني، دي اساس المشويات واساس المقبلات في المطبخ الشامي او المطبخ العربي. ده فلفل اسود، اوعى تحط كركم ولا ملح، حاطين سنه بابريكا حلوه. الاكله دي ما تحطلهاش لا كمون ولا كزبره. كل المعلومات اللي بقولها دي مهمه جدا. كده الخلطه جاهزه عندي، ناخد شويه الرز الحلوين. هنا بقى الاختيار ليك والقرار قرارك. ايه هو؟ عايز ازود الرز ازود، اقلل الرز اقلل. يعني في ناس تحب اليالنج ده او المحش ده رزه كتير، في ناس تقول لك شويه رز صغيرين كده يسندوا الحشوه. فالقرار قرارك هنا. اه دول زي الفل تمام. نقلب الخلطه دي كلها مع بعضيها. ممكن تعمليها وتحطها في الثلاجه مش هيحصل لها اي حاجه، خلي بالك. وتقعد معاكي يوم واتنين وتلاته. نقلبها كده ونبص عليها اهي. دي حشوه اليالنجي. اليالنجي يطلق على ورق العنب الملفوف بالزيت، اللي هي توابل، اللي هي خلطه التبوله، اللي هي بقدونس وطماطم وبصله ونعناع وزيت زيتون وعصير حامض وبهار حلو وملح وفلفل. خلطة في ايدها اهيت بتتكلم مصري. هناخد الخلطه دي، ولكن هي من المطبخ الشامي للامانه، لازم كل حاجه تاخد حقها. حلو، شفت الحشوه دي؟ يفضل ان هي تتحط في الثلاجه شويه على ما تقوري البتنجان او تجهزي ورق العنب، ولكن ده معانا جاهز. نعمل ايه يا عم الشيف؟ البتنجان بتقوريه، سواء الكوسه او البتنجان، علشان ما يسودش من جوه. بنجيب الميه الساقعه ونحط فيها عصير ليمون، وننقع البتنجان ده في عصير الليمون والميه مع شويه نعناع. علل ولماذا؟ عشان الحموضه وعشان الاكسده، والبتنجانه من جوه تبقى لونها بالشكل ده كده. اه بتنجان يا شباب، شفت البتنجان صغير ازاي؟ كله مقاس واحد اهو. هتعملي محشي، تعالي على نفسك وانزلي اشتري الخضار من عند الراجل بتاع الخضار، ما توصيش حد يشتريه ولا الراجل بتاع الخضار نفسه. انزلي اختاري حبه الكوسه، حبه البتنجان الحلوه، اه بالشكل ده كده. اه شفت الجو ده كده؟ ده البتنجان ده هيتحشي دلوقتي. هنحشي مع بعض كده واحنا شغالين، ولو حبيت تطلعوا فاصل انا جاهز، وهنحشي شويه البتنجان الحلوين اللي معانا، وفي الاخر هنشوف هنسويه مع بعض ازاي. بس ده هياخد وقت مني شويه، وخلونا مع بعض نحشي البتنجان ونشوف الدنيا ماشيه عامله ازاي. اه خلي بالك هنا لما تحشي البتنجان اليالنجي بالذات، حط في الاعتبار انك حاطه رز، فادي مساحه لحبات الرز تفرد عضلاتها جوه. شفت ازاي؟ اه ما نكبس عليها جامد. اه سيبوني انا بقى مع المحشي بتاعي اللي هو اليالنجي بدبس الرمان وعصير الحامض والبن الفاتح بتاعي. هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف هنساوي المحشي ازاي. لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ده عنوان الحلقه بتاعت النهارده، ولكن في ابتكار طهوي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. المحشي خد وقت، ولكن معايا مساعدين شطار. محشي البتنجان ما بياخدش وقت كتير زي ورق العنب. ورق العنب عايز قعده، كوبايه الشاي بتاعتنا كده ونبدا ان احنا نحشي لنا حله واتنين وتلاته، ولكن البتنجان ما بياخدش وقت كبير. ولكن التركايه حبيت اعملها مع حضراتكم، حتى مخرجنا قال لي طب هنسويه ازاي ونحطه على النار، قلت له الكلام ده بعد ما نرجع من الفاصل. البتنجان جاهز معايا. فاكرين التتبيله والتحبيشه والحشوه اللي انا كنت عاملها من شويه دي؟ الناتج بتاعها ميه مع عصير ليمون مع زيت زيتون مع البقدونس. الباقي بتاعتها هتلاقي شويه رز، هتلاقي شويه بقدونس، بقيه الحشوه في نفس الخلطه دي، بس طبعا هي كلها سائل بالشكل ده كده. ده انا عايزها، احط عليها معلقه دبس الرمان، فيها طعم القهوه طبعا خلي بالك، واحط عليها شويه عصير حامض
واظبط الملح بتاعها واحنا ماشيين واحده واحده مع بعض. ده مش هياخد 5 دقايق على النار. حلو الكلام؟ اه. وعندي ورق خاص. رايح فين بورق الخاص ده يا عم الشيف؟ عندي ورق كرومب لقيته في طريقي. طب ما عندكيش كرومب ومفيش النهارده شوربه كرومب زي الشيف المغازة يعملها. هتجيب شرايح من البصل، شرايح من الطماطم، شويه عروق بقدونس عندك، الكلام ده مهم جدا. احط معلقه زيت صغيره كده، واخد ورق الكرومب ده رصه كده مع ورق الخس رصه كده. الله يرحمك يا امه كانت تعمل الخس ده محشي، ما كلتوش من بعد ما ماتت، ربنا يرحم موتانا والله العظيم. محشي الخس ده، ورق الخس في الريف المصري والصعيد المصري بيعملوه. اه شفت انا عملت ايه يا امي؟ اتعلمي بقى. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هناخد البتنجان نرص الرصه الحلوه دي، والنار شغاله. انا من الناس اللي هاكل الكرنب وورق الخس ده بعد ما يستوي، هناكله ونسيب البتنجان. لسه ما خلصتش. شويه محشي، لا تقولي لي بقى ديك رومي ولا فخده ضاني، ده الشغل. جيب الفخده الضاني من عند الجزاره تتعبي فيها، فصين توم مع شويه روزماري شويه بهارات، وتحشيها ما بين اللحم وبعضه، تحطها لي في الفرن وتقعدي جنبيها نلعب في التليفون نعمل اي حاجه، استوت الفخده. انما هنا المجهود، هنا التعب. اه شفت الخلطه دي مهمه جدا، خلي بالك. اه لسه ما خلصتش. انا عند كرومب بديل الكرومب خاص عادي، بس طالما الكرومب عندنا نستفيد بيه، لان كل القصه انا عايش شويه صغيرين. احط دول كده على الوش، اللهم صل على النبي. وناخد الحشوه الجميله دي كده بمصفاه ناعمه، ننزل بقى كده. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لك يا شيف. بس خلاص الحشوه دي مش عايزها، استوى المحشي ونغطيه. اغطي الحله ولا اسيبها؟ قولي قولي ولا تخبيش يا زيان. اه جه على بالي اعمل حاجه حلوه، ده نعناع عشان ريحه التوم يا ست الكل. نغطيه وسيبه يستوي. نعم يا غالي، شاطر، واضح انك انت كنت بتقف في المطبخ مع الوالده. بيقول لي مش هنحط طبق مدور على وش حله المحشي في الحاله دي، لو كان ورق عنب او محشي كرومب بنحط تقال اللي هو الطبق وفوقه حاجه، علبه فول، علبه حمص، شويه ميه وهكذا. انما ده البتنجان لوحده هو تقل، وانا حطيت الكرومب، فهنا انا مش عامل له حشوه عشان ما تسيبش المحشي هنا، انا حشيه من جوه زي الكوسه زي البتنجان. انما لو هو ورق عنب او بتنجان بنحط التقال على الوش. هنسيبه على النار ونعمل الشوربه مع بعض، نشوف مقادير الشوربه على النار. شوربه الكرنب بالجزر مقاديرها على الشاشه. معانا كرنب، كرنبايه دي نفعتنا بصراحه النهارده. نعملها سلطه، نعملها مخلل، نعملها شوربه. طلع يا عم الحاج. حلو، وهنشوف نعملها شوربه مع بعض ازاي، شوربه صحيه. حلو الكلام. كرنب وجزر وبصل وثوم كرفس، تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. هناخد الكرنبايه الحلوه دي كده، الكرنب بتاعنا. الكلام ده مش بقوله يا اخوانا بس عشان تبقوا انتوا عارفين، والله العظيم مش من فراغ، خبرة السنين. الكرنب بتاعنا مفيش زيه في الدنيا. هتقول يا شيف انا بقول الكلام ده ومسؤول عن، مفيش زيه في الدنيا الارض المصريه الكرنب ده، بره يتهافتون عليه. في كرنب تاني اللي هو الكرنب الغربي ده، والكرنب الفرنسي يسموه
كروبات تلاقيها كده داخله ببعضيها وهنا برضو موجود يعني بيتزرع عندنا، ولكن ده ما ينفعش محشي. شفت الكرومبايه من جوه عامله ازاي؟ ما تجيب لي التفاصيل المصريه في قلب الكرومبايه يا غالي. شوف لي القدره الالهيه في قلب الكرومبايه كده. الخضروات الورقيه زي الكرومب زي الجزر يتغسل قبل التقطيع. شفت الكرومبايه حلوه ازاي اهي. ابدا ان انا اعملها دلوقتي سلطه، اعملها شوربه زي ما انا عايز. معايا جزر ومعايا كرفس ومعايا بصله ومعايا تومه، هعملها شوربه. كرومب ابيض زي الفل. تقول لي يا شيف انت ظلمتني، انت تحشيني تاخد مني احلى محشي، انما تعملني شوربه ممكن اي حد يحل مكاني. اه صح، كرومب التاني ممكن نعمله شوربه بس ما يتعملش محشي. شفت بقى الفرق؟ انما ده يتعمل محشي، يتعمل شوربه، يتعمل مخلل. اخواننا الاندونيسيين والماليزيا والكوريين واليابانيين يموتوا في المخلل الكرومب ده. شفت السلطه دي الشوربه دي؟ لا بتاخد وقت على النار. بتفرم بالشكل ده كده. اوعى ترمي منها حاجه. والله العظيم انا زمان كنت اكل راس الكرومبايه دي واكل عروق الكرومب ده. كان طعمها عسل. كنت ارجع الاقي الحاجه بتعمل محشي كرومب وشايله لي راس الكرومبايه عشان كانت بتحبني شويه زياده. ناخد نفرم ده كمان. نفس القصه. لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن المطبخ مطبخ صحي. هناخد الكرنب اللي احنا قطعناه ده كده بالشكل ده كده. الشوربه دي لطيفه وجميله. معانا بصلايه ناعمه، معانا فص توم ناعم، استخدمنا معلقه زيت فقط صغيره كده. شوح البصلايه دي في شويه زيت، معاها فص توم، نشم ريحتهم الحلوه. هتقولي لي يا شيف شوربه وفيها بصل وفيها توم، الله يسامحك. حاضر، ما تزعليش يا ست الكل. ده نعناع اخضر ينزل على البصله والتومه كده مع الشوربه. انسي لريحه التوم والبصل اي ريحه. نقلب دول مع بعض مع الشوربه الحلوه الصحيه دي. عندك شويه بروكلي، ما انا شايف سعره غالي مش عارف ليه دلوقتي، حط فيها بروكلي عادي، بس انا بحبها جزر وكرومب بس. ناخد الكرومب ده كده. الله كتير، هتشوفهم شويه صغيرين دلوقتي. اول ما تنزل عليهم الشوربه او الميه المغليه خلاص. ده جزر. تركات المغازل فص توم ني في الشوربه، خاصه لو تكون شوربه صحيه. الله على الشوربه دي. اخواننا اليابانيين بيحطوا فيها صويا صوص، حطوا فيها جنزبيل حبه مفيش مشكله. الكرفس ملك الشوربه هنا. معلقه فلفله حلوه، لو سبايسي تبقى لطيفه. كل ده يا عم الشيف، كل ده. يلا بينا، يلا بينا. اللهم صل على النبي. الشوربة دي هتدعي لي لو عملتها بنفس الطريقة دي، بس الفلفلة دي تكون حارة شوية، سبايسي شوية، أو قطع قرن فلفل حار لو دي مش عندك. نغطي الحلة دي، مش هقلبها، هقلبها بعد الفاصل. المحشي على النار بيستوي. شوف الزلزال ده بالله عليك، ما تخليش الصورة الحلوة دي تفوتك. اللحظات الجميلة ما بتتعوضش. مش كل ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟
معانا شوربة الجزر بالكرومب او الكرومب بالجزر، اكله صحيه او شوربه صحيه. معانا بتنجان ما اقولكمش في قلب الحله، ريحته لطيفه وجميله، ريحه البهار الحلو اللي هي الكوبيب الصيني مع دبس الرمان. الا القهوه مزاجي، وخاصه لما تغلي بقى مع التوابل والفليفر مع التوم والليمون وزيت الزيتون ودبس الرمان، ما بقتش قهوه، بقت حاجه كده يعني تركيبه حلوه. هطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف وكله على عينك يا تاجر. معانا النار بصراحه مش مقصره، معانا البتنجان زلزال، مبسوط الشيف مهتم بيه. اه انا هكشفه واخليه على النار، هو استوى، ما بياخدش وقت كتير على فكره. شويه الرز قليلين، الخضره بتاعتنا وقتها قليل، بتنجان بيستوي بسرعه، هو كده زي الفل. انا فكيت طبعا عنايه الغطا. الشوربه اخبارها ايه؟ تسمحوا لي اخد الشوربه احطها على النار شديده، اوبا، واخد المحشي اخليه هنا. فين النار هنا؟ حلو، ده مهم جدا على فكره. استوى على نار هاديه كده لغايه لما ايه؟ نعم يا غالي، والله ولو اتاكل بارد احلى، اليالنجي بيتاكل بارد، ويا سلام لو طالع من الثلاجه. بيقول لي المحشي ده يتاكل سخن ولا بارد؟ كان نفس السؤال ده يسالوه الساده المشاهدين. اليالنجي وخاصة ورق العنب يتاكل بارد، عكس ورق العنب باللحمة أو بالكوارع أو بالكوستاليتا أو الكرومب، ده بيتاكل بارد يفضل. أنا بحبه سخن بصراحة، أنا بحبش المحشي البارد، سواء يالنجي سواء بالخضرة سواء، أنا أحب المحشي يكون سخن. شفتوا إزاي؟ دي الشوربة بتاعتي جاهزة، تاخد غلوة على النار، بنقدمها بألف هنا وشفا. فيها تفاصيل كتيرة، فيها الجنزبيل، فيها البصل، فيها التوم، فيها الكرفس، فيها الكرومب الملك الجميل الحلو ده الزعيم، جزر مبشور. واسيبها على النار تاخد غلوة. تعالوا نشوفوا الحلو بتاعنا، لطيف وجميل. الحلو موز، شرايح التوست، صوص شوكولاه، أو تعملي صوص شوكولاه بالزبدة والحليب عادي، أو تجيبيه جاهز. ومعانا بيض وبقسماط وفانيليا. هنشوف نعمل الحلو ده ازاي بطريقة لطيفة وجميلة. ولادك في البيت عندهم يوم أجازة، يخشوا المطبخ يساعدوا مامته في الحلو ده. الزيت أخباره ايه؟ زي الفل. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بجيب النشابه الحلوه دي كده، واخد شرايح التوست. شفنا المقادير يا شباب؟ تمام، هناخد التوست ده كده دي شرايح التوست، ويا ريت تجيب التوست طري. يعني ايه يا شيف؟ يعني ال ما يكونش توست بايت فريش. ليه يا عم الشيف؟ عشان العجين التوست ده هنفرده مع بعض دلوقتي، فيفضل يكون طري. ناخد دول كام واحده؟ 2 4 6، حلوين قوي. الست دول هيعملوا لنا 12 واحده. شيل الاطراف كده مش عايزها. وانت بتشيل الاطراف ما تضغطيش على حبات التوست كده ولا شريحه التوست، اضغطي بالسكينه، خلي ايدك الشمال بس كده بتسند، يعني اوعى تضغطي جامد عشان التوست ما يلزقش ببعضه لانه ده طازه. شفت ازاي؟ بقول لك على التفاصيل. ده يتشال يتفرم يتعمل بقسماط، ده من ده، وده لو اتفرم يتحول لده، عشان تقول الشيف المغازي مش بيرمي حاجه. ده مهم جدا على فكره، بقسماط عيش فينو بايت عندك، عيش السندوتشات بتاعه الاولاد، ده مهم جدا. هناخد الشرايح دي كده. شفت انا سايب الحلو للاخر ازاي عشان ايه؟ اتسلى فيه. وامسك دي كده، حلو، نفس القصه دي كده، بحط بينهم شويه نشا صغيرين عشان ما يمسكوش في بعض. نشا مش دقيق عشان تبقى مقرمشه بعد كده. لا، عجينة
جبت كيس توست، الباقي ممكن تعمليه عيش السرايا. تاخدي التوست ده تحمصيه في الفرن او تحمريه، تعملي كراميل، تحط له معلقه جيلي فراوله او جيلي ليمون عادي من اي سوبر ماركت، كيس جيلي عادي ملي الكراميل، هقول لك ليه بعدين. وبعد التوست ده ما يتحمر تغرقيه في نفس الخلطه دي اللي هي الكراميل مع الجيلي، هو ده عيش السرايا، تحطيه وتزينيه بالقشطه والفستق والحلبي. دي شرايح التوست بتاعتنا الجميله الحلوه اللي معانا من شويه. حلو الكلام يا اخبار الليلنجي. انا عايز عينيا والله، والله انا قريتك يا فندم، قريتك انا عارف، مع ان دولت اللي هم ايه السر فيهم، خلي بالك. اه شوف التفاصيل، مهم جدا ده، مهم جدا التفاصيل الصغيره دي. انا مش هرميهم والله دول، انا هتخلص الحلقه اكلهم دول، اقطعهم دول، يا سلام عليهم دول، واخدين طعم الحامض. شوف البتنجان اهو اتفتح، لا كسر، لا شويه بتنجان بيتكلموا مصري زي الفل. دلعولي بالله عليك، بس خلينا اعمل واحده توستيه كده مع بعض. ناخد الموز الحلو ده كده، بتجيب الموز المستوي اللي الاولاد مش بيرضوا ياكلوه، معرفش ليه. الموز اتجاب يقعد يوم واتنين وتلاته تلاقي القشره بتاعته اسودت، مع ان دلوقتي اخترعوا حاجات للقشر الموز كتيره قوي. ناخد العجينه دي كده، انا حاطط عليها نشا، بحطها هنا كده والفها كده بالشكل ده كده، واقطعها بالسكينه كده، واجيب التوزبيكس ده كده واخليه على جنب، نفس القصه اهوت واخليها على جنب. يلا نعمل واحدة مع بعض واتنين اهو كده، لفها كده. حاضر يا فندم. احنا عندنا اتنين تلاتة أربعة، واشيل لك الموز من هنا. حلو، نقطع دي بالسكينة كده بالتوزبكس ده كده ونخليها كده. موضوع لطيف وجميل، مش مكلفك حاجة. بعد كده دي هتمر على بيض وعلى بقسماط. شفت أسهل من كده؟ اه بيض وبقسماط. طعب السكينة نصين في التوزبيكس. بعد دي تتحمر في قلب الزيت زي البقلاوة كده. موز يعني بوتاسيوم، يعني زنك، يعني حديد، يعني أكل الرياضيين، خاصة الموز البلدي بتاعنا. زي ما انا شغال كده عايزه شويه صبر. نفس القصه، ما خليتكيش تعملي عجينه، نحمر دول كده، ناخد الصباع ده كده سهله الفكره. وعلى فكره يعني عندك البنوته الحلوه بنتك، ربنا يخليها لك، دخليها المطبخ قول لها تعالي الشيف المغازي شفته بيعمل حاجه حلوه النهارده، مش هتكلفنا كتير. كيس التوست اللي في قلب الثلاجه طلعيه، اللي باقي عندك مفيش اشتري عادي، طالما هتعملي حاجه جديده للاولاد بس يكون طازه، ما تجيبيش اللي بايت. هتعرفيه ازاي؟ تلاقي شريحه التوست طريه معاك، بتاخد وتدي. هنخلي دول كده زي ما هما، ونشيل كل حاجة من هنا ونكمل مع بعض بسرعة. في المقادير عندي بيضة زي دي كده، حلو، بنحط عليها شوية حليب، خلي بالك مهم جدا إضافة شوية فانيليا للبيض عشان الزفرة، ونقلبهم، هنعمل حاجة لطيفة كده على السريع. والزيت عندنا أخباره إيه؟ زي الفل.
شفت بقى تركات المغازة هتعمل ايه هنا بقى؟ هي دي اللي هتظبط معاك كل حاجة. شوية نشا. اوبا. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ معلقة النشا على البيض والحليب هتدي قوام لشرايح التوست، هتخليها لك كريسبي، هتخليها لك لطيفة، هتخليها لك جميلة. الخلطة دي خليها على جنب. بايركس ازاز، هي معلقة نشا، ظبطت معاكي كل حاجة. نرص الشرايح دي هنا كده. عندك عزومة، عيد ميلاد للأولاد، يعني مش مستاهلة تروحي تجيبي تورتاية بقى ب 600 جنيه و 400 جنيه وقالب جاتوه والجو اللي احنا عارفينه ده. اهو ناخد الخلطة دي كده. والله يا شيف فكرة. وعلى فكرة الأولاد يحبوا دايما ياكلوا الحاجة من إيدك. ناخد الخلطة دي ونيجي نقف عند الحلويات. والزيت أخباره إيه؟ أهو ناخدها كده في قلب الزيت. يلا بينا ناخدها كده في قلب الزيت. ناخدها كده في قلب الزيت. أهم حاجة التوست معاك يكون طازة. ناخدها كده في قلب الزيت والموز يكون مستوي. طلعيها بقى من قلب الزيت. في طريقتين، يا يعني تقدمي معاها صوص فراوله، يا تقدمي معاها صوص شوكولا، يا شربات. يا ست الكل يا شربات. ايه هو الشربات؟ كوبايتين سكر، ده شربات الكنافه والبسبوسه يعني، نص ليمونه، كوبايه ميه على النار، عملت شربات. خليه عندك الاستخدامات ديت. نشيل ده، نطلع الحلو ونغرف الحلو ونبدأ بالحلو عشان تبقى أيامنا حلوة إن شاء الله واللي جاي حلو. إيه الحلاوة دي؟ أهو على طول بالطبق ده كده. الله، هو ده. طلع بالشوكة عشان أوريك إن هي إيه؟ فل. وهي سخنة كده غرقيها شوكولاتة، وهي سخنه كده غرقها شربات. مع ان انا لو هاكلها والله هاكلها من غير اي حاجه خالص، زي البقلاوه كده او زي لقمه القاضي، واكل مقرمشه جامده دي الا معلقه النشا اللي انا حطيتها على البيض. هي السر، هي التركايه اللي اتعودنا عليها من الشيف المغازي. هناخد شويه الحلويات دول زي ما هما كده. شوف الشيف هيعمل ايه بقى. اهو يلا مخرجنا حبيبنا الغالي. اهو ادي الشوكولاته عليها. ايه يا ويلي، هو ده. تروح تاكلهم بره دول تدفع فيهم مبلغ وقدره. عملت حلو من لا شيء، مش هتلاقيه في اي محل بره. الف انا وشفا. تعال نغرف اليالينجي مع بعض عشان وقتنا سرانا. مهم جدا اليالينجي. هبدا باليالينجي اللي هو البتنجان واحنا مع بعض. اللهم صل على النبي. ادي البتنجان. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ انا عايزك تجيب لي البتنجانيه بتنجانيه وانا برصها عشان تشوف الدلع وتشوف ان البتنجان بشخصيته في قلب الطاسه. شوف الحلاوه بالله عليك. تاكلي صوابعك وراها. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ رصهم كده ايه جنب بعض. شفت الحلاوه دي؟ تسلم ايدك يا عم الشيف. والله الشوربه دي اغرفها بسرعه. تقدميش مع اي حاجه، ممكن تقدمي معاها زبادي بالخيار او زبادي عادي بس زي ما انت. تبوله، فتوش، طبق حمص زي ما انت حابه. الف هنا وشفا للي ياكل. ده ما تحطش عليه بقدونس زي المشويات، زي ما هو كده يتقدم. عايزه تجوده حط دبس الرمان على الوش، بس انا مش هحط. جيب لي التفاصيل بالله عليك يا اخي. الشوربه بتاعتي جاهزه. اللهم صل على النبي. طبق شوربه صحي خلصان معايا. ايه الحلاوه والجمال ده؟ هو ده شوربه الكرنب بالكرفس بالجزر. اكلنا النهارده اكل صحي، والصحه تاج عروس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. ولما نعمل اكل صحي يعني سمع هس، نقدم الشوربه
بالشكل الجميل ده، اللهم صل على النبي. يعني مع بعض نقول رؤية فن إبداع وكمان أكل صحي، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيروت.